معنا مشاهدينا الكرام عبر الانترنت من باريس السياسي العراقي سيد أمير الفرجي، مرحبا بك سيد أمير. نبدأ من سقوط الطائرة الأمريكية قرب الأنبار، يفتح هذا السقوط ملف وجود القوات الأجنبية في العراق، كيف ترى مسوغات حكومة العبادي للوجود الأجنبي عموما في العراق؟ مساء الخير وشكرا جزيلا على الاستضافة. أهلا وسهلا. لا شك أن الوجود الأمريكي في العراق هو وجود جاء لغايات يعني يعرفها العراقيون ويعرفها حتى العالم الغربي نفسه. العراق احتل لأن هناك كانت نية لغزو هذا البلد الغني وجعله يعني كأرض للاستهلاك النفطي العالمي. ولكن الأحداث التي يعني حدثت في العراق منذ 2003 أثبتت للعالم وللولايات المتحدة الأمريكية ولكافة إداراتها المتعاقبة في العراق بأن النزهة في العراق لم تكن بهذه البساطة. هناك يعني عدم رضاء شعبي يعني عام من قبل العراقيين، إذ كان من قبل العرب السنة والعرب الشيعة، وبغض النظر عن الحكومة التي جاءت بها أمريكا، لأنها لا تمثل أي مكون من العراق ولكن تمثل يعني جماعة جاءت لخدمة المستعمر الأمريكي. إذن ما يحدث الآن من في العراق من سقوط طائرة الهليكوبتر الأمريكية هي نتيجة يعني من نتائج كثيرة. أمريكا خسرت الكثير من الأرواح والمعدات، ولكن الشيء الذي يعني تفرد به هذه الحادثة هو حدوثها في هذا الوقت بالذات. حدوثها في هذا الوقت بالذات في الوقت الذي يعني هناك انتخابات عراقية في بغداد، هناك صراع روسي غربي في سوريا وفي العراق أيضا، هناك الملف النووي الإيراني الذي أصبح يعني رجع جديدا إلى طاولة المفاوضات. كل هذه تدخل في أمور يعني سياسية يدفع العراقي الثمن منذ 2003. من أجل ذلك نسأل، إلى أي مدى أصبح وجود القوات الأجنبية في العراق مرتبطا بالعملية السياسية وتجاذباتها؟ طبعا السؤال مهم لأنه يعني يجعلنا نتطرق إلى وجود آخر لاستعمار من شكل ثاني في العراق، وهو الوجود الأمريكي. يعني أنا في نظري أنه الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا ما يحدث الآن من تطورات من خلال الصراع الغربي الأمريكي الإيراني في قضية الملف النووي واستحواذ إيران على المؤسسات السياسية والعسكرية في العراق، يعني يجعل هذه المهمة يعني مهمة صعبة بالنسبة للعراقيين، لأنها تمس بلد يعني وجد فيه صراع بين استعمار غزا العراق في 2003 واستعمار طائفي حاقد استفاد من هذه وكانت له فرصة العبر في أن يطبق بأنيابه على العراق وعلى شعبه. فيعني مع الأسف العراقيين وقعوا في مأساة جاءت بها أمريكا، واستطاعت إيران أن يعني أن تستفاد من هذه، لأن إيران لها مطامع تاريخية حاقدة في العراق، لأن لها أحقاد دفينة في العراق. فإذا يعني المشكلة سوف تبقى لحين وضوح الأمور بين الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الولي الفقيه في إيران، لأن هناك على ما يبدو هناك تطورات، وهذه التطورات أكيد يعني ستأتي بنتائج ولو طال الزمن. من هذه التطورات هناك حديث عن حصول العبادي، ما قيل أنه ضوء أخضر لمواجهة ميليشيات الحشد. هل يمكن ربط تجديد العبادي بقاء القوات الأجنبية في العراق بمحاولاته لمواجهة هذه الميليشيات؟ أنا في نظري الولايات المتحدة الأمريكية لها يعني بالنسبة إليها وجود العبادي في الوقت الحاضر هو يعني كسيف في العراق، تستطيع أن تدافع عن مصالحها. السيد العبادي أصبح يعني في موضع لا يحسد عليه، لأن الولايات المتحدة تريد منه أن يكون ندا للأحزاب التي جاءت به إلى السلطة. وهنا يأتي دور إيران وقضية يعني ومسألة هل باستطاعتها أن تؤثر على يعني العبادي كقوة وحزب كان
لحد يعني ايام او شهور قليله تابع لها، ولكن الولايات المتحده الامريكيه انا في نظري سوف تعمل عن طريق السيد حيدر العبادي لاعاده بسط يعني نفوذها الذي استطاعت ايران ان تسلبه منذ مده في العراق. ولكن انا في نظري اللعبه سوف لن تكون بسيطه، لان ايران قد دخلت في عمق المؤسسات العراقيه، وان دور السيد حيدر العبادي سيكون دور يعني غير سهل، لان هناك يعني نيه من قبل الاحزاب والميليشيات التابعه لايران في يعني افشال مهمته التي جاءت بها الولايات المتحده في العراق، والتي تعول عليها كثيرا في يعني اعاده بسطها ومن ثم طرد اذرع ايران من العراق. الحديث عن الوجود الاجنبي في العراق يفتح ملف الترويج لها من عبر وسائل الاعلام الغربي، مع حديث عن وجوب محاسبة وسائل الإعلام الغربي خصوصا الأمريكية منها التي روجت للاحتلال. برأيك ما الذي سيعود على العراق عن مثل هذه الأحاديث في وسائل الإعلام الأمريكية؟ يعني العفو ما افتهم سؤالك بالضبط، يعني اذا تعيد لي يا رجاء. نعم، مركز بحوث العولمة الدولي قدم عدد نعم. من كبريات وسائل الاعلام الامريكيه الى المحاكمه بتهمه نشر نعم. الاكاذيب بان غزو العراق. كيف سيؤثر هذا حاليا قبيل الانتخابات؟ ما مدى تاثير ذلك؟ لا أشكرك أخي. نعم. لا، أنا في نظري أنه سوف لم يكون له أي تأثير، لأن الوسائل الإعلام الغربية هي وسائل قوية لها من السلطة، وهي سلطة قوية يعني أكثر من السلطة السياسية، وهي التي يعني تقوم بعمل أشياء لا تستطيع حتى السلطة السياسية من عملها. الإعلام الغربي له يعني دور مهم في الحياة السياسية الغربية خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أنا يعني في رأيي الشخصي المتواضع في أنها هي حجج لي يعني لإعطاء نوع من يعني الإنسانية للسياسة الأمريكية، والتي يعني تريد أن تقول بأن ما وقع من مآسي لشعب اضطهد بهذه القوة وبهذا العنف منذ 2003 هي يعني هي ليست مع هذا العنف، وإنما هي تريد أن يعني أن تعمل من أجل أن يكون يعني المجتمع الدولي عن هذه السياسات في دول العالم الثالث. شكرا جزيلا لك من باريس عبر الإنترنت سيد أمير الفرجي السياسي العراقي.